السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد المرقات مالحين بالجينه تاع المسمن، فتابعوا المقادير وترقبوا. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا على بركه الله واحد الحبه ديال البصله مشلضه، عندنا جوج حبات ديال الفلافل، عندي وحده حاره خضراء، وعندي هاد الحلوه اللي هي حمراء، عندنا شويه ديال فيرميسيل ولا شعريه فيرميسيل. بالنسبه للشعريه فكنديروها في الماء اللي تيكون بارد، يعني كنرقدها واحد ساعه ولا ساعتين في الماء بارد، هكا باش كتجينا مزيانه وما كتعجنش لينا. وفي الحشوات علبه ديال الثوم مصفات من الزيت، قليل من الجبن كيبقى مساله اختياريه، عندنا زلافه ديال المعدنوس، معدنوس فقط ما نخلطش مع القزبر، وربع حامض مصير، هذا الربع حامض مصيره كنقطعها رقيق، عندنا شويه ديال السودانيه، شويه ديال البزار، عندنا هنايا صلصه السمك كتبقى مساله اختياريه، الا ما عندكمش ممكن ديروا شويه ديال صلصه الصوجا، حتى هي الا ما كايناش ماشي شي حاجه ضروريه، وعندنا واحد الدويمه ديال الحوت. صافي هادو هما المكونات، ندوز على بركه الله طريقه التحضير. هنا في المقله غادي ندير واحد شويه ديال الزيت النباتيه، ونشحروا فيها هاد البصله مزيان حتى كتهبط. هنا من بعد ما تحمرات لينا هاد البصيله، دابا غادي نضيفو الفلفله، نخليوها حتى هي تتشحر مزيان، هنا من بعد ما تشحرات لنا داك الفلفله كيف كتشوفوا معايا مع البصله مزيان حتى كتهبط، غادي نضيفو باقي المكونات، غادي نضيفو الفيرميسيل ولا الشعر، يعني الشعرية ديال العروس، عندنا هنا شوية ديال السودانية، شوية البزار، واحد شوية ديال واحد الضويمة ديال الحوت اللي عندها التوابل ديال السمك ديرهم، ثم عندنا صلصة السمك ولا صوص ميوكمام. انا ما غاديش ندير الملحه لان هاد المكونات مات. هنا كنحركو مزيان هاد نحركو مزيان هاد الشعريه، ثم غادي نضيفو دابا الحامض مصير مع المعدنوس، كنخليه حتى للتالي، وكذلك الثوم، بغيت نحركو مزيان. صافي دابا غادي نطفي، نخليوها حتى كتبرد مزيان، ونضيفو ليها شويه ديال الجبن. حنا العجين غادي نحتاجو عجينه ديال المسمن عاديه فيها 600 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي 6 كاسات ديال العلبه، 2 معالق ديال الزيت النباتيه، معلقه صغيره ديال الخل اولا قطرات من الخل، عندنا هنايا شويه الملحه، وعندنا شويه ديال السودانيه في التنسيق. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو بالنسبه للعجين. بطبيعة الحال عندنا الماء بارد باش غادي نجمعو، ندوزو على بركة الله تنبداو تلمو العجين ديالنا بالماء. هنا كما كتشوفو معايا أنايا جمعت العجينة، دخلت ليها القياس الكافي ديال الماء، بالنسبة للعجينة مخاصهاش تكون قاصحة، وفي نفس الوقت مترخيوهاش بزاف لأن مازال غادي تزيد ترتاح. دابا غادي ناخد هاد العجينة اللي حصلت عليها، وغادي نقطعها. كتلاحظوا معايا العجينه ديال المسمن، كنعجنوا العجينه تاع المسمن وكنخليوها ترتاح، كنشكلوا منها كريات صغيره بهذه الطريقه هذه، وغادي ندوزو على بركه الله. نبداو ناخذوا، غادي ناخذ الكريه الاولى بالاستعانه بشويه ديال الزيت، غادي نطلقها مزيان. انا شكلت منهم كريات صغيره، تنضغطو مزيان هاد الجناب كيف كتشوفو، كنورقو مزيان حتى كيبدا يبان لينا السطح ديال العمل. غادي ناخد شويه ديال الزبده، مهزو يعني شويه شويه فقط، مهزو هاد جوج صبيعات، كندهن هكا، وانا الزبده خليتها بحرارة الغرفة مدوبتهاش. غادي ناخد شويه ديال الحشو، من بعد ما برد الطون بحال زدنا عليه شويه ديال الفرماج،
بالنسبه للفرماج مساله اختياريه، اللي بغى يزيد يزيد واللي ما بغاش بلاش. غادي نجيب غادي نتني مسمن من هذا المسمنه على شكل مربع عادي. نحطها هكا ونطلق كريه صغيره، يعني كل مسمنه غادي ندخلوا فيها جوج كريات من العجين. هاد الحشوه بسيطه وكتجي لذيذه بزاف، ممكن ديروا حتى الزيتون، ضيفوا الزيتون اولا ضيفوا الفطر المعلب، تيبقى لكم الاختيار. دائما الفطر المعلب كنشلوه مزيان بالماء عاد كنضيفوه، حتى هو كيتشحر مع الشعريه فيرميسيل ومع باقي المكونات. لكن الزيتون الا بغينا نديروه بغيتو نديروه بالعظم الاخضر بالعظم، وما نضيفوه حتى كنطفيوه، حتى كنطفيوه البوطه عاد نضيفوا الزيتون. ودائما ردوا البال مع الملح، لان هاد المكونات اللي درنا مالحه الطول مالح، هذيك الضويمه ديال الحوت مالحه، كذلك الصوص اللي استعملت انايا راه صوص مالحه، لهذا ردوا البال مع الملحه. دائما الملحه انا كنخليها حتى للاخير، انا ها في الحشوه ما درتهاش نهائيا كاع، ديما الحشوات اللي كيكونوا فيهم هكا هادشي مالح ولا حتى الدجاج، دائما السيده تخلي الملحه حتى للتالي، الذوق جاها القياس هو هذاك بلا ما تزيد الملحه، ما جاهاش عاد تضيف كتزيد تضيف شويه بطبيعه الحال. غادي نجيبوا هاد المسمنه هادي اللي درنا هكا، هاد التنيه اللي تنيت على ديال المربع غادي نحطها لداخل، وكنحط المسمنه في القنت، كنحطو المسمنه هكا في القنت ونجي نغطو عليها بحال هكا. طريقه ساهله وكتجي عمليه صافي بحال هكا. نقاد الجوانب دائما شويه ديال الزيت وغادي نلف بحال كانت نيف بتيفا. صافي غادي ننزلها هذيك التنيه اللي كتكون التحتانيه، غادي نخليها هي لتحت وغادي ننزلها بحال هكا في اللاطه ديال الفران. غادي نعاود معكم وحده باش تكون العمليه واضحه. دائما كنطلقوا بشويه ديال الزيت، كيجيو ناشفين هاد المسمنات وبنفس الوقت مورقين، ما غاديش نديرو فيهم بزاف ديال الزبده، الزبده قلنا غير شويه كندهنو فقط وكنورقو بالزيت. العجينه قد ما ارتاحت قد ما تعطيكم الطوع في الخدمه. هاد الحشوه ممكن تعمرو بها حتى بريوات اولا يعني بسيطه صغار. ندير شويه ديال الحشو، كنحطو هادي، غادي نطلق الكريه الثانيه دائما بنفس الطريقه كنطلقو بالزيت. الناس اللي كيسولوا على الطريقه كيفاش يجمدوا هاد المسمن، فدائما اما كتجمدوه خضر اولا كديروا ليه نص طيبه، ومن الاحسن انا كنفضل نص طيبه، لان حتى ملي نديروه في الثلاجه ولا هكا كيبقى محافظ على الشكل ديالو في المجمد. دائما نديرو نص طيبه، ندهنوه عادي، ندخلو يطيب نص طيبه ونخرجوه نخليوه حتى يبرد، وكنلفوه بلاستيك غذائي صافي، نخليو الوقت اللي بغيناه وهو مجمد. دائما ما ديكونجليوش، جبدوا المسائل يعني سواء البريوات او بسيطلات او كمسمن، دائما جبدوه هو كونجلي هو مجمد، دهنوه عاودوا دهنوه شويه وردوه للفران يطيب وهو مجمد، يعني ما تخليوهش ديكونجلي. الفران طبيعي الحال كيكون سخون. هنايا هذيك التنيه قلنا كنديرو هنا لتحت صافي، ونلف قاد هاد الجوانب مزيان باش يجيني الشكل ديالهم هو هداك. صافي غادي نزلهم هنايا وغادي نستمر نفس الكيفيه نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما شكلنا المسمن ديالنا كناخدو بيضه كامله كنديرو ليها شويه ديال، انا درت هنا صلصه الصوجه
ممكن ديروا شويه ديال الهريسه، ممكن ديروا شويه ديال يعني طماطم، يعني نجوم الطماطم كيبقى لكم الاختيار. وكندهنوا المسمن كامل باش يجينا اللون ديالو موحد من الجناب وكل شيء بحال هكا. ملي كنبداو نشكلو كنسخنوا الفران، لان الفران خاصو يكون سخون مزيان باش هاد المسمنات يطيبوا. الفران اللي هو سخون ضروري. ملي كندخلوهم راه كنقصو حتى 180 باش كيطيبوا لنا على خاطرهم، ما كيتخطفوش لينا في الطياب ويبقاو مخضرين من الداخل باش يجيونا كذلك مقرمشين، سواء كان فران ديال الغاز او كان فران ديال الضو نفس الشيء. انا عندي هنا شويه ديال الزنجلان بيض، غادي نديرو بحال هكا في النص مع شويه ديال البافو. والسيده راه كتزين على حساب داكشي اللي عندها، ديروا شويه ديال الزنجلان عادي او يعني شويه ديال اللوزيفيلي، تيبقى لكم الاختيار. شويه تاع البافو من الفوق باش يهرس ليا هذيك البيضيه. انا غادي نجيب قطع من الطماطم، مساله اختياريه اللي هي الطماط سوريز، قسمتها على جوج. غادي نزين بها المسمن ديالي، ناخذ كذلك قليل من الجبن المفروم وتنديروه في الجهه المقابله اللي خليناها ما درنا فيها والو. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه وغادي نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا الشكل النهائي ديال هذا المسمن كيف تيجي. بالنسبه للفران فكنشعلو اليوم، انا كنشعل عليهم من التحت حتى كيتحمروا، بما انهم فيهم الجبن الفوق كنشعل الفران حتى كيطيبوا ليا من التحت مزيان، عاده كنشعل الفوق كيتحمروا ونخرجهم. انا كما تبعتوا معايا اخواتي، هاد المسمنه تاعنا من بعد ما خرجناه من الفران دائما كما قلنا كنطيبوهم على 180 درجه باش كيطيبوا من الداخل ويجونا مغرقين. ومني خرجتهم فانا درت عليهم شويه ياك شويه من الفوق شويه ديال الجبن وتنقدموهم بالصحه والراحه، راهم تيجيو رائعين وتيجيو مغرقين. شوفوا معايا تيجيو مقرمشين وما الحشوه غزاله. ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر بحال ديما. الى حلقه مقبله بحول الله دمتم في رعايه الله وحفظه.